بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم معنا في هذه التغطيه من خلال بطولة الدوري الأسباني الدرجة الأولى لهذا الموسم، موسم 2020-2021. هنا المواجهة اللي تجمع بلد الوليد وإشبيلية في إطار الجولة 28 من الدوري الأسباني، مواجهة يستضيفها بلد الوليد على ملعب خوسيه زوريا، مواجهة تعد بالكثير والكثير لمصلحة ليخاندرو. ضاع الهدف الأول لمصلحة نادي إشبيلية. قلت لك دائما تكون عقدة من خلال مواجهاتهم في الجولات الختامية خاصة، لكن الآن مع نادي إشبيلية واضح أن الاعتماد عليه على الأطراف. هنا محاولة الآن بنقله عن طريق كوندي لكن بعيدة، ختامية خاصة من خلال مواجهات صعبة خطيرة، هذه خطيرة الآن لمصلحة بلد الوليد لكن أتى الإبعاد. كاس أولازا بكرة طويلة في الأمام، لكن يا سلام ياسين، لكن كان متألق أيضا من خلال الديربي أمام نز، ولازم يكون أيضا من خلال شوط المباراة الأول الأمور. سيرجي غوارديولا بتمريرة إلى يانكو، شوف بلد الوليد بدأ يتقدم، قال لك لا احنا موجودين من خلال هذا اللقاء. هنا روكي ميسا بتمريرة طويلة في الأمام، إشبيلية اللي يبحث الآن على كرة طويلة في الأمام لكن بعيدة. 14 انتصار وتعادل في 3 لقاءات وخسر من خلال 7 مواجهات، تتكلم على 38 هدف سجل واستقبل 20 هدف، 54 عندنا هدافين من خلال هذا اللقاء خاصة يوسف. تمريرة عادة كريم، هنا كرة عرضية لكن يا سلام على الاستلام، طالت من جديد تصل لمصلحة نادي إشبيلية. هي لعباته، هو بالارتقاء ملك. هدف أول هنا ليخاندرو لكن سهل. عدت 11 دقيقة ولسه الإثارة ما زالت مستمرة، صعب الوصول إليهم. وشوف يعني حتى هو مسجل أهداف عديدة، المرة الثانية في الدقائق الأولى يسجل هدف سريع. هنا يوسف النصيري على تمريرة، هذه فيها خطورة الآن لكن ياسين نتكلم بعد هذه الركنية. هنا ركنية تلعب عالية طويلة في الأمام، أوكامبوس الأرجنتيني أمور وإبعاد أول بأول، لقاء مشتعل حتى في شوط. يوسف النصيري ممكن يظهر، ممكن الآن تصويبه إيفان راكيتيتش، هو اللي كان ممكن يظهر عندهم تمريرات مثالية حتى في المرتدات عن طريق روكلق، ولا يكون كلام آخر أيضا عن طريق سوسو، لكن جوان هو اللي يصوب. تتحول بعد نرفز لعيبة النادي إشبيلية ونكون مسيطرين من خلال هذا الشيء. هو عارف الآن كرة تلعب طويلة في الأمام لكن ضاعت ومرت الآن عن طريق يوسف النصيري، هو بلمسة إلى جوان جوردان لكن بعيدة عن طريق كريم ركيك، لكن خطرين في الكرات الرأسية نادي إشبيلية. ما شاهدنا، لكن الآن أوكونا بكرة طويلة في الأمام. اللقاءات نادي بلد الوليد، شوف بلد الوليد تعادل أداء بالنسبة لبلد الوليد، كرة طويلة في الأمام هنا الرأسية عن طريق جواد اليمير يبحث عن كرة عرضية الآن طويلة في الأمام لكن عدت عن طريق الهولندي دي يونغ عدت سلامات، لكن تشوف الآن الأطراف تحركت، شوف بدأت الخطورة لمصلحة نادي إشبيلية. هي كلمة السر لمصلحة نادي إشبيلية الأطراف. دي يونغ وفرصة كامبوس أقرب إلى يانكو، قصيرة عادت من جديد إلى يوسف نصير في الدقائق القادمة. وأنا تدخل على هنا سوسو يحافظ على الكرة، يتقدم سوسو ما بين الطرفين، وشوف حتى أيضا تتكلم على أكبر النتائج ما بينهم. أوسكار بلانو اللي يتحصل على خطأ، لكن شوف الإعادة جواد اليمير كان ممكن يسجل. نتحسن الأداء بالنسبة لنادي إشبيلية، ما تشعر أن في أهداف نظيفة في ديسمبر 1928 وأكبر تصفيات كأس العالم المؤهلة لبطولة كأس العالم. عدى أوكونا نقل بعد ذلك إلى إيفان راكيتيتش نظيفة، لكن الآن فابيانو ريانا بتصويبه
من سيرجيو غوارديولا. ايش اللي ضيع في قطر 2022، لكن تشوف اللقاءات القادمه اللي راح تكون ايضا حاضره بالنسبه لنادي اشبيليا. اشبيليا بعد ذلك راح يواجه اتلتيكو مدريد، بعد ذلك راح يواجه سيلتا فيغو، بعد ذلك راح يواجه ليفانتي. يعني عنده من الثلاث ذلك الى ياسين بونو. ياسين بونو يا اح يرسل وليد ممكن يعاقبهم في اي لحظه. هنا كره طويله في الامام بتمرير الان، محاوله الان للتصويب عند الارجنتيني. طلع الكره، ما سيطر على الكره سيرجي غوارديولا. خطا من اولازا الى اوكامبوس، 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 لكن على طول روبن الكراز. روبن الكراز نقله في الامام، وصلت بعد ذلك السهله عند ياسين بونو. ياسين بونو خطا لمصلحه اشبيليا، تلعب الكره لكن عدت من الكل، وصلت الى سيرجي غوارديولا. من سيرجي غوارديولا اوكامبوس يتقدم، اوكامبوس، اوكامبوس بكره عرضيه ذلك السهلة عند ياسين بونو. ياسين بونو يسيطر على الكرة. ياسين، ياسين وين انت من الهدف الأول؟ هنا أكونا، عدى أكونا، مار أكونا، لكن بعيدة عليك، بعيدة، بعيدة يا ماركوس أمام، لكن بدون عنوان، لكن بدون عنوان. أقرب إلى أكثر لاعب كان متألق، كان متألق يوسف العربي هو اللي تألق، وأكثر لاعب سجل أهداف من خلال الليغا نقاط من خلال اللقاءات القادمة، في حين نادي اشبيليا 12 هدف. يعني كل شيء ممكن يكون واضح، راح يكون بعد ذلك من خلالهم ثلاث نقاط مهمة. عن النقلة بعد ذلك كرة عرضية تتحول إلى بعد ذلك الآن ما زالت الخطورة. ياسين، ياسين، ياسين مستمرة، العقدة مستمرة. ياسين بونو يسجل هدف في توقيت قاتل، سجل المغربي ياسين بونو، سجل أول أهدافه بقميص نادي إشبيليا، سجل حارس المرمى. يا سلام يا ياسين، يا سلام على تألق. لكن شوف 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 الإعادة، شوف شوف اللقطة، شوف شوف صعوبة اللقطة ياسين.